حذرت إيران إسرائيل من أنها ستتعرض لهجوم أكبر إذا ردت على الهجوم الذي شنته طهران خلال الليل بطائرات مسيرة وصواريخ. وأضافت طهران أن حذرت واشنطن أيضا من عواقب دعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضدها. وأفاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها.